جالك من اي معاون في الجهاز الفني المكلف من كابتن ربيع ياسين بانه يعمل عمليه الاستكشاف والكشف عن افضل العناصر، فعلا هتهتم انك تشوف اي لاعب يقال انه مميز ولازم طبعاً تشوف اداؤه في الملعب؟ طبعا انا بهتم بالكل، عنده فرص متساويه. حضرتك مثلا جالي النهارده واحد قال لي ان في لعيب في الفريق الكبير في كفر الزيات، هروح اتفرج عليه. ما ممكن بتاع كفر الزيات ده هو اللي بس في نقطه انا بجمع، وتلاقي حضرتك دايما الانديه بتاخد من التجمعات دي. انا جبت مدرسه الموهوبين وجبت من الصعيد وجبت من بحري وفي تجربه 93 و89 والانديه خدت مني. يعني انا بكتشف ومهمتي ان انا لازم الجهاز انشر، لا اتصل بتاع البيراميد، اتصل بتاع، بتصل بالمدربين. طب في حد انا مش واخد بالي منه وبلاقي كمان بتسمع اراء اقتراحات. طبعا الجهاز الفني بيتعب معايا وبيجتهد وبيروح وبيشتغل حاجات كتيره جدا. طيب